الأمريكية. يعني هذه هي الصورة. بقيتوا في سجن في مركز التعذيب ماشي مركز بوزريعة. التعذيب، وبقيت فيه، بقينا فيه أنا والسيدة، شفتها مرتين. هم لما أخذونا إلى أراضي قاحلة، أراضي واسعة، يعني بعد تعذيب مضني، يعني تعذيب ما أقدر أمشي على أرجلي، يعني وصلونا هناك لكي نعترف، ما أعرف بأي شيء، لأنهم قال لك بأننا جينا لكي نتجسس لصالح المغرب، يعني ويحفروا القبر ويقول لك خلاص إذا ما اعترفتي أنت اعترفي أنت حندفنوكم، يعني برشاشات وزيت. بعدين يهددوا التهديدات هذيك، ومن بعد يرجعوك مرة ثانية للزنزانة وإلى مركز التعذيب، يعني يعلقوك من أرجلك، يغرقوا لك راسك في سطل ديال الماء فيه جافيل وزيد وزيد، يعني لدرجة لما طلعت من هناك أعتقد بعد 40 يوم أو شيء كهذا وأكثر، يعني ما أعرف حتى أحسب الأيام، يعني كل أظافر أرجلي كلها راحت، يعني كلها سقطت تقريبا كل أظافر. يعني مريت من مرحلة تعذيب لا يمكن، يعني هذا كدرب مولاي الشريف، يعني يعتقد بأنهم أرحم بكثير. أرحم بكثير، رغم أنهم أيضا كانوا مجرمين، إنما هادو أكثر إجرام من أي شيء تاني، لأنهم كانوا ينتقموا ينتقموا، يقول لك شوف انتم هادو المغاربة وكذا، المراركة، يقول لك المراركة، يعني تعديتوا علينا في 61، وانت بالضبط يعني انت من هذوك الصناعة ديالهم، يعني والآن في أمقال، يعني المغاربة خداو لهم ما أعرف كم من سجين عسكري، إذا هما ينتقموا مني أنا، لأن السيدة هي عذبوها بطريقة أخرى، لأن بعدين ما شفتها إلا لما رجعت مرة ثانية لسويسرا بعد 6 سنوات بعد ما خرجوكم من مركز التعذيب وداوكم من إلى البليدة، إلى المحكمة العسكرية هناك. حكمت ب4 سنوات لا سجنا. ما مش فقط لما وضعوني هناك، أنا ما أعرف إيش فين وصلت وكذا، أدخلوني إلى مكتب واحد لابس لباس عسكري، أعتقد كان كابيتان، راه رجع جنرال الآن، ما نسيت اسمه، وهو رئيس المحكمة العسكرية هناك، يعني سؤالين، اسمك، اسم باك، اسم امك وكذا، خلاص جمعوني ورجعوني في نفس الليلة السجن العسكري بوفاريك. هذا السجن العسكري بوفاريك بعيد عن البليدة، يمكن ب20 كيلومتر أو 15 كيلومتر، مش حاجة بهذا المستوى ديال البعد، مش بعيد كتير. يعني هناك ودخلت إلى زنزانة منفردة، كل غالبية الناس هناك إما على ما يبدو إن إما سجناء رأي أو سجناء سياسة، خصوصا قبائل، وأنا وحدي في زنزانة منفردة. يعني هناك بقيت في هذه الزنزانة أكثر من 2 سنة ونصف سنتين في زنزانة منفردة. منفردة. كان عندك الحق في عندك الحق في الخروج للفسحة. لا لا، عندي حق خروج الفسحة لوحدي. كمل. كانوا في هذيك الزنزانتين، كانوا في هذاك في هذيك المنطقة اللي أنا فيها، زنزانة كبيرة فيها حوالي 60 شخص أو شيء كهذا، كبيرة هي، وجنبها كاينين زنزانتين، الزنزانة اللي كنت فيها أنا، والزنزانة الثانية كان فيها واحد قبايلي، يعني من الجماعة اللي حكم أعتقد 25 سنة أو شيء كهذا،
من بعد طلع من هناك وداو لمنطقة الركان. يعني نفهم من الكلام ديالك السي مصطفى بأنه مشكل القبائل مع النظام الحالي ليس مشكل كما يدعي البعض بأنه مشكل بدأ في 2001 بعد الربيع الأسود وبعد، لا يعني مشكل قديم جدا، قديم جدا قديم. هذا الإشكال والدليل ديالك. هو أن الحزب ديالهم الاف اف اس ديال حسين اي تحمد، هادو الناس تي كانوا يقبطوهم بعد ما هرب حسين اي تحمد والتحق بجنيف. شو سبحان الله العظيم، احنا جينا من جنيف وهو راح جنيف كلاجئ سياسي، واحنا عوقبنا بالتجسس لصالح المغرب. وخا اعتقد بعد سنة وشي كهذا تدخلت السفارة والحكومة السويسرية وأطلقوا سراح السيدة نيكول، وأنا ما رغم تدخل أمنيستي انترناسيونال كان المحامي بتاعي كما أشرت هو سي الله يرحمه عبد الرحمن اليوسفي، وكبير المحامين الجزائريين اسمه بن تومي، هو النقيب بتاع الجزائر، وكان على فكرة رجل من أطيب خلق الله. وخا السي مصطفى،